بسم الله الرحمن الرحيم. بتبقى لنا بقى ان احنا بعد ما عرفنا ازاي نعمل بريفيونج على البراوزر، شفناه من شويه على البراوزر، الشغل بتاعنا طلعناه عرضناه على البراوزر، وهنا برضو خلاص كده عرضناه بسيرف ايونيك سيرف، ادينا له الرقم ان احنا عايزين نشتغل على لوكال هوست. قال لي طبعا لو عايز تعمل ريستارت دوس هنا ار فترست السيرفر، دوس جي تو جو تو حاجه معينه، كونسول لوج دوس سي، سيرفر لوجز دوس اس، عايز تخرج بره بدوس كيو. لو حد اي حرف من دول هيقفل او يعمل ريستارت او زي ما احنا اتفقنا. دلوقتي احنا بنتكلم على ان احنا نبدا نتكلم على الايميليتور. لو انا عايز اشغل بقى الكلام ده على الايميليتور، او اشغل على كونكتد ديفايس مباشره على الايه، على الجهاز اللي موجود. حالتين اول حاجه لازم اتعامل معاها ان انا انزل اندرويد والاي او اس سوفت وير الايميليتنج بتاعه، عشان ده نسطبهم نبقى جاهزين كديفايس. لازم نسطب السوفت وير بتاع الاندرويد او الاي او اس اللي بيديني امكانيه ان انا اعمل ايميليتنج، وان انا ديبلوينج. ديبلوينج يعني انستولينج، ماشي؟ يعني اقدر اعمل فيرجن اكزكيوتبل، يعني فيرجن شغال على اندرويد او شغال على اي او اس يعني. فلو انا شغال اي او اس لازم اعمل اكس كود، والاكس كود دوت ادور عليه جوه الاب ستور على الماك. طب انا معايا جهاز ماك، نعمل مره كده فيديو للماك بقصته بالتفصيل، يعني هو الاي اس. الاندرويد بننزل اندرويد ستوديو من على اليو ار ال دوت اتش تي بي، وانا ديفلوبر دوت اندرويد دوت كوم اس تي كي سلاش اندكس اتش ام ال. فانا هروح ننزله كده نفس العنوان ديفلوبر دوت اندرويد .com/sdk/software/development/kit/index.html. ده كده عشان تعمل داونلود للاندرويد ستوديو. طبعا ممكن تنزل اس دي كي بس لو انت عايز، يعني انا هنزل ده كله، انا موافق. اوكي داونلود يا عمي، هيبدا ايه داونلود، هو حجمه كبير، ممكن انزل اس دي كي بس او ممكن انزل اندرويد ستوديو كل حاجه. طيب بعد ما نزل خلاص الاندرويد ستوديو هبدا اعمل له سيت اب زي ما اتفقنا. اتفقنا خلاص يا اما هو انا بس اكس كود، وده طبعا هيبقى من خلال الاب ستور، وبيعمل اكستراكت. خلاص هنزل اندرويد، هنقول شويه خطوات كده لازم نعملها عشان جهاز الديفايس بتاعك، الموبايل بتاعك، تعملها على الموبايل بتاعك عشان الموبايل بتاعك جاهز ان هو يقدر يشتغل، يعني 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 ينزل لك حاجه اسمها الديفلوبر تولز اللي هي الادوات اللي بنستخدمها عشان نقدر نرن الشغل بتاعنا، ويتنفذ على الجهاز بتاعك العادي اللي في ايديك، اللي هو الاندرويد اللي في ايديك العادي. عشان تعمل كده في خطوات لازم نكون عارفينها، ماشي؟ هتفتح يعني 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 عشان نفتح الديفلوبر مود على الديفايس بتاعك، خطوات. خش على السيتنج على الموبايل بتاعتك، وبعد كده انزل تحت خالص في السيتنج، هتلاقي من تحت خالص حاجه اسمها اباوت فون. خش على اباوت فون، هتطلع لك لسته، اللسته دي فيها حاجات كتير جدا، منها في الاخر حاجه اسمها بيلد نمبر. البيلد نمبر ده تبايه كده او ايتم موجود في الليست، اقعد كليك عليه كليك عليه كليك عليه 7 مرات تقريبا لغايه ما يطلع لك رساله كده يقول لك انت في الديفلوبر مود دلوقتي. لو طلع لك رساله في الديفلوبر مود دلوقتي، خلاص كده؟ ترجع للسيتنج تاني هتلاقي فيه ايتم ضاف اسمه ديفلوبر اوبشنز. ده كل ده على الموبايل، بنتكلم على الموبايل في ايدك. هتلاقي ديفلوبر اوبشنز ظهرت لك. خش جواها هتلاقي حاجه اسمها يو اس بي ديباجنج، يو اس بي ديباجنج، علم عليها صح. خلاص يعني سيتنج ديفلوبر اوبشنز، واخش على اس بي ديبانج واعلم عليها ايه صح كده. بقى متاح بقى وصل بقى الجهاز الاندرويد اللي في ايديك ده، وصله بيو اس بي على الجهاز اللي انت شغال عليه، وصله بيو اس بي على الجهاز اللي انت ايه شغال عليه. كلام جميل، كلام جميل جدا جدا. دلوقتي احنا بنسطب الاندرويد صح كده؟
تسطيبه سهل جدا جدا. نكس 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 مفيش مشكلة. اوكي قلت له ايه نكست، انا هتنزل الاس دي كي اللي هو ده يعني لب الموضوع والفيرتشوال ديفايسز. قلت له اه الاي في دي اللي هي لو انا عايز اشغل ايميليتر. قلت له قلت له قلت له هتلاقي ايميليتر. قلت على ايه قلت لك ايه تيستنج روم ذا ايميليتر، انا محتاج ده ومحتاج ده. هم قلت له دروس كده اجباري عليا مش مشكله نكست ده اكسبت اي اجري. حاجه كمان بيقول لك اللوكيشن هيبقى 500 ميجا على الاقل بينزل البرنامج اللي هو اندرويد السوق. هتلاقي الاس دي كي بقى الاس دي كي هتنزل في الموقع ده على السي اندرويد اس دي كي ماشي. ده اللي يهمني قوي 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 ده بياخد بيتفرج على 3 جيجا ولا حاجه من المساحه عندي. اوكي الاس دي كي دي اهم حاجه ودي لازم ابصيها عشان يبقى شايفها الابلكيشن بتاعنا والشغل بتاعنا عشان يشوفها ويبني عليها يعني بيلد عليها ويران من خلالها وكده. نيكست قال لي طب ماشي هتنزله هنا. قلت له انستول ما يهمكش ويبدا ايه يسيت اب لنا اندرويد ستوديو والاس دي تي والاي دي اللي هي الفيرتشوال ايه الديفايسز او الايميليتور اللي هينزله كاندرويد. وقلنا هيبقى نشوف الايه الاي او اس بريديتر الواحد. هو تقريبا كده بيفنش خلاص وكده هيبقى عندنا الايه عندنا الخطوات. عملنا الاستيرنج بلاك فورم تول اللي هو الاندرويد والاندرويد ستوديو وفتحنا الموبايل الاندرويد الجهاز بتاعنا جهاز الموبايل فتحناه وجبنا باليو اس بي وصلناه على الجهاز اللي احنا فيه تمام كده. هو دلوقتي خلاص بيكستراكت بقى الايه الاس دي كي بقى خلاص وصلت بالاندرويد ستوديو بيفك بقى الاس دي كي المفروض بيفكه باخر فيرجن بس يعني اخر فيرجن من اندرويد بينزله. طبعا في فيرجنات كتير لو عايز ينزلها مش هنخلص بس هو دلوقتي بيفك الاس دي كي بتاع اخر فيرجن هو السوفت وير ايه الديفلوبمنت كيت بتاع الاندرويد. هو كده خلاص خلص فينيش هيفتح دلوقتي الاندرويد ستوديو. مش قضيتنا دلوقتي خلاص الاندرويد ستوديو وطلع لي هنا ايرور قال لي ان في حاجه اسمها جي في ام اللي هي جافا فيرتشوال ماشين دي بننزلها عشان الحاجات اللي مبنيه على جافا تشتغل. فبيقول لي ان هو مش شايفها لازم ننزلها وننزلها 4 سنين لان الجهاز هنا 4 سنين لو انت 32 هيطلع لك 32 ولو انت عندك الجي دي كي هي والجي دي كي الجي دي كي اللي هي جافا ديفلوبمنت كيت عشان برضه تشغل الحاجات بتاعت جافا. لو انت منزلها حدد حاجه اسمها جافا هوم عشان اشوف هي موجوده فين الجافا. خلاص حلو اروح كده. طبعا انا بحاول اسطب كده قدامكم مباشره بحيث ان لو كان في ممكن حد يطلع له حاجات ثانيه كان ممكن الايرو ده ما يطلعليش لو انا اوتوماتيك مسطب حاجات قديمه ومن خلالها طبعا مسطب الجافا. لو دخلت على السي بروجرام فايلز بدور بحرف الجي مش موجود مفيش اي حاجه تخص الجافا خلاص ولا في البروجرام فايلز دي ولا في البروجرام فايلز الثانيه. لا في جافا اهو ادي جي دي كي وجي ار اي تمام بس تمام نازلين في اكس 86 كده يبقى كده شغال على 4 مش 64. فقول له ماشي انزل له 64 عشان ما يبقاش فيه مشكله. فاروح كده على البراوزر واكتب جي دي كي داونلود جي دي كي ده موقع اكيد على ورق ليزت نفسه. خلينا ورق كده اهو قال لي ادي الجي دي كي. قلت له ماشي فتنزله عليه. قلت له عايز انزله على ويندوز 64 بنزل الجي دي كي بتاعتي. اعمل اكسبت الاول ومنزل الاكس 64 هتبدا تنزل. طبعا ممكن الخطوه دي ما تطلبش من الناس تمام
لما يكون بعض الناس ما يطلعلوش يقول له نزل لي الجي دي كي ولا الجي ار اي ولا مش عارف ايه الكلام ده كله، لانه اصلا مسطبه قبل كده او حاجه زي كده. بس كويس انه حصل معانا، عندنا بنشوف الخطوات كلها لو في حاجه ناقصه عند اي حد. بعد ما نزلنا الجي دي كي زي ما اتفقنا ممكن ما يطلبش حاجه، هبدا اسطبه. هبي ريبيرنج الانستليشن اهو. نيكست هنزل جي ار اي، وادي الباث اللي هو بيقول عليه بروجرام فايلز جافا جي دي كي، ده اللي هو كان بيسال عليه صح؟ ماشي اوكي. سيبو سيت اب. بعد ما خلص بيفتح لك حاجه ثانيه على طول اوتوماتيك كده قدامها، هي زي ما احنا شايفين كده اسمها الايه؟ جي ار اي اللي هي جافا ران تايم انفايرمنت. هو بس طبعا اوتوماتيك، سيب المكان زي ما هو الديفولت يعني جوه البروجرام فايلز هو جافا، وخليه يسطب نيكست نيكست عادي كده. خلاص هو يعني خلص قبلناه كده. المفروض كان هو معترض اساسا على اندرويد ستوديو ما كانش قادر يشغله، احنا كنا نزلناه. هفتح كده السارت واخش ادور على اندرويد، افتح اندرويد ستوديو. انا مش غرض ان افتح اندرويد ستوديو خالص، بس هو كان هو اصلا ما قامش اساسا، هو مش محتاجينه بس هو ما قامش اساسا، فانا كنت ببص هو ما قامش ليه. تلاحظ ان المره دي هو ما عندوش ايه؟ ما عندوش اي مشكله، وقام ما فيش مشكله خالص. حلو قوي، معناه ان الجافا شافت مكانها ما فيش مشكله. حلو. بعد ما عملنا كده بدل اندرويد ستوديو لما بيقوم سيت اب ويزرد بينزل الاس دي كي بلاتفورم بتاعت اندرويد 6 اللي هي بنسميها احنا اي بي اي 23، ده الكود بتاعها اندرويد 6. فهو دلوقتي بيداونلود الاس دي كي الاخير، فاحنا هنسيبه داونلود اخر اس دي كي، هي دي الاخيره بالنسبه لنا، بحيث ان الاس دي كي هي اللي اصلا هنبني الشغل بتاعنا على اساسها على ما هو يبدا يشتغل ويكمل. طبعا احنا المفروض هعمل كيو كده عشان اخرج اصلا من البراوزر. خلاص، وعايز مثلا اقول له ايه؟ ايونيك بلاتفورم، ايونيك بلاتفورم، واقول له اد، واقول له مثلا عايز اشتغل على اي او اس مثلا، وعايز اشتغل على اندرويد. يبقى كده المفروض ينزل لي في الابلكيشنز في الابلكيشن بتاعي البلاتفورم بتاعت الاندرويد والبلاتفورم بتاعت الاي او اس. انا دلوقتي هشتغل على الاندرويد بس، طب نشوف مشكله الاي او اس. خلاص، طب ما تنساش الفولدرات اللي كنا عارضينها اللي جوه اي اكس 1، دوست انتر كده بنزل البلاتفورم بتاعت الاندرويد. يبقى كده الابلكيشن بتاعنا هيبقى سبورت الاندرويد. لو رحنا بصينا بقى على الفولدر اللي كنا حاطين فيه حاجه اللي هو ايونيك وورك جوه اي اكس 1، لاحظ اللي بيحصل، حاجات ملفات عماله تزيد. نصبر شويه لما يخلص، هو خلص وقال لي خلاص احنا اضفنا الديفولت ايونيك ريسورسز، وضفنا الايكونز بتاعت البلاتفورم الاندرويد والكلام ده كله كده، ما بقاش عنده مشكله. تلاقي فولدر نزل لي اسمه بلاتفورمز، خش جوه بلاتفورمز المفروض الاقي اندرويد، هنا البلاجنز، طب ريسورسز، ادي الاندرويد والاي او اس، نزل اندرويد، هتلاقي الايكونز لو محتاجه، هو ده السبلاش اللي هي محتاجه والكلام ده ايه والكلام ده كله. وهتلاقي هنا بيقول لك خش على بلاتفورم على سلاش اندرويد، هتلاقي احنا منزلينه عمال يسطب لسه بقيه الحاجات بتاعتك لغايه ما يسيب كل حتى البلاتفورم يسيبها في الباكج دوت جيسون. الباكج دوت جيسون دلوقتي لو انا فتحته هلاقيه شايل الحاجات اللي هي نزلت. يعني مثلا انا افتحه كده حتى نوت باد، هتلاقي دلوقتي فيه ان انت شغال على اندرويد. ماشي،
مش مشكله. طب خلاص لو دخلنا على بلاتفورمز، قال لي مفيش غير اندرويد اي او اس اتشال بلاتفورمز دوت جيسون وده اندرويد. لو دخلت جوه هتلاقي نزل لك ملفات تخص مين؟ تخص الاندرويد، عشان الحاجه تقوم بتاعتك على ايه؟ على فكره ايد الاندرويد. حلو قوي. اجي اقول لهم ايونيك خلاص بيلد ابني لي على اندرويد. يعني بقول له ايه؟ بقول له عايزك بقى تعمل لي مثلا الملف الاكزكيوتابل بتاع الاندرويد. لو دوس انتر المفروض دلوقتي يبدا يتعامل مع الشغل الموجود ومع الاس دي جي الموجود ويبدا يشتغل. طيب هو قال لي انا عندي مشكله. قلت له ايه؟ قال لي انا مش شايف الاندرويد هوم اللي من خلاله مكتوب المفترض فيه الاس دي كي بتاعت الاندرويد، فانا هروح على الاندرويد هوم الاقي مثلا موجود الاس دي كي موجوده في الحته الفلانيه، فالمفروض اقرا منها اخلي البرنامج يخلي الاس دي كي تكريت له الملف التنفيذي. هو مش من اساسه هو ينفذ يطلع الملف التنفيذي، دول الاس دي كي دي هي المختصه بكده، فهو عايز يشوف مكانها فهو مش شايف، فلازم يكون عارف ايه الاندرويد هوم، في فاريبل اسمه الاندرويد هوم ومن خلاله يعرف الباث، وانا معايا في الباص يعرف يجيب الاس دي كي فين، وبناء عليه يقدر يعتمد على الاس دي كي ويخليها تطلع له ايه؟ يطلع له الملف التنفيذي او الاي بي كده. طيب اظبط الاندرويد هوم دي ازاي بعد ما اخلص، بعد ما ده يخلص سيت اب وينزل كل الاس دي كي؟ احنا كده كده نزلنا الاس دي كي موجود عندنا على السي جوه اندرويد، وادي الاس دي كي بتاعتنا اهي خلاص. ده الاس دي كي موجود هنا، قوم رايح على كلمه زد بي سي او ماي كمبيوتر او او او، واخش على ادفانسد سيستم سيتنجز، خش على انفايرمنت فاريبلز. هل هلاقي هنا هو حاجه اسمها اندرويد هوم؟ ما فيش. طب هل في حاجه فوق اسمها اندرويد هوم؟ لا. خلاص انا عايز اعمل نيو سيستم فاريبل ترو اندرويد هوم، وتعمل بيست للباث تقول اوكي، فانزل لي وتقول له ايه؟ اوكي خلاص اوكي كده. مفترض ان هو شاف الايه؟ الاندرويد هوم. المفروض دلوقتي لما ادوس كده على السهم اللي فوق فيقول لي ايونيك بيلد اندرويد، ودوس انتر المفروض المره دي يبدا ايه؟ يبدا يبيلد بناء على الاس دي كي والباث بتاعها، بس هو لسه ما شافهاش لان لسه احنا بننزل ايه؟ بننزل فيها، فهتسيبه الاس دي كي تنزل بالكامل عشان نقدر نعمل الامر دوت. طيب هنا خلاص هو خلص الداونلودنج وقال لي كل حاجه تمام، وكريت الاندرويد فيرتشوال ديفايس، الفيرتشوال ديفايس اسمه جازا، ونزل كل حاجه تمام فينيش. هنا فتح كده هو تمام، والامر بتاعه بتاع ايونيك بيلد اندرويد هنا هو بعد ما قلت له ايونيك بيلد اندرويد مش عارف ايه. ماشي 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 ماشي. اندرويد هو مع السي اندرويد اس دي كي. طبعا انا عملت قفلت وفتحت، قفلت السي ام دي وفتحت السي ام دي عشان نقدر نشوف التعديلات اللي حطيناها في الانفايرمنت او الفاريبل، انفايرمنت فاريبل اللي زودناه اللي هو كان الاندرويد هو موجود على السي اندرويد اس دي كي. لازم اقفل وافتح نقول ده عشان يبقى يلقطها ويبدا يقوم منها. وشاف الجافا هوم لقى في الحته الفلانيه، بدا يعمل داونلودنج للسيرفل السيرفيسز وداونلود الملفات عادي، سيبه لغايه ما يخلص داونلود. في الاخر كده خلص لو تلاحظوا، وطلع لي بقى عشان تعرف تعمل ريكومبايل ايه والملفات فين والكلام ده كله. خلاص فكده بالنسبه لي هو يعني ده كله قال لي بيلد سكسسفول، وانا اخش على الدي ايونيك بلاتفورمز اندرويد بيلد اوت بوت من اندرويد بيلد اوت بوت اي بي كي، وهتلاقي الاي بي كي نزل لك. لو دخلنا كده نفس الطريق اللي هو قال لنا عليه مطرح ما احنا حاطين الشغل بتاعنا بلاتفورمز اندرويد، واذا عندك ايه بلاتفورمز احنا خدنا بلاتفورمز اندرويد بيلد اوتبوتس اي بي كي، ولا ادي الايه
في ادي اندرويد ديباج وادي اندرويد ديباج ايه ان الايند. هنا اندرويد ديباج على طول انت اللي انت ممكن تاخده تبعته دلوقتي كده على الجهاز بتاعك اشتغل، مفيش فيها مشكلة يعني، بيجي تبعته على ايميل بتاعك تنزله مفيش مشكلة خالص. لو حبينا نرن دلوقتي على الجهاز بتاعنا احنا موصلينه، احنا وقت المفروض موصلين ده بال موصلين الجهاز بتاعك بيو اس بي على الجهاز صح كده؟ انا ممكن اجي هنا واقول له ايه ايونيك ورن، ايونيك ورن ايه ورن اندرويد. دلوقتي بيلود بدأ يقوم لي ايميليتور ايميليتور كارنت ريكوير هاردوير مش عارف ايه ماشي. تاني ايونيك ورن اندرويد، او ممكن اسلك عشان سلاش 1 سي 1 دي عشان او سلاش 1 داش 1 داش سي عشان اسلكت الديفايس الاساسي خلاص. بس اتاكد الاول ان الديفايس واصل كده مظبوط وادوس انتر. انا اخترت الديفايس الاول يعني وبرضه ما قدرش يقومه ولا يقوم الايميليتور. طيب نروح نشوف كده الايميليتور بتاعنا، المفروض ان احنا نخش على السي اندرويد اس دي كي المكان اللي سطبنا فيه. هنلاقي طبعا الاس دي كي مانجر وهنلاقي الاي في دي مانجر. الاس دي كي مانجر بيوريني السوفت وير ديفلوبمنت كيت اخر حاجه نازله، والاي في دي اللي هي اندرويد فيرتشوال ديفايس الاجهزه الوهميه اللي نازله خلاص. ده جوه الاس دي كي هنا، ده طبعا الاس دي كي مانجر ده بيقول لي دلوقتي ايه اللي نازل متسطب عندي خلاص، سواء كان الاس دي كي بيلد تول نزل اثنين والبلاتفورم والتوز الاساسيه، ومنزل ان هو ان انا شغال على اندرويد 6 يبقى اي 23، ومسطب بقى الحاجات ادي 1 2 وانا ما فيش اكزامبلز مسطبه، لكن مسطب جوجل اي بي اي والحاجات دي كلها مش مشكله خالص ماشي. مش منزل خلاص الحاجات دي ما عندناش مشكله فيها. وادي الديفايس بتاعنا، وادي الامر اللي احنا كنا مشغلينه ان هو قال لي الايميليتور مش قادر يقوم لان في هاردوير اكسلريشن مش مظبوط، ولازم نتاكد ان انتل هاكسم لازم يكون مسطب ماشي. فادي الاي في دي فتح، وادي الجهاز الوهمي اللي متجهز. دخلت كده على الايديت عشان اعدل المواصفات بتاعته، لان هو مطلع لي نقطه ان الاي في دي ديت لازم ننزل جوجل اي بي اي انت الاتوم ماشي. والرام عندك اكتر من كذا، اكتر من 768 تقول ماشي. الرام 768 شال ايرور اللي تحت كويس، لازم ننزل جوجل اي بي اي انتل اتوم ماشي. هدور من هنا على من هنا اهو جوجل اي بي اي انتل اكس تي 86 اتوم، بس هو انت عايز ايه للسيستم بتاع 64. خدت بالك انا عملت ايه؟ هو دي اللي ناقصاه دلوقتي، دي سيستم ايمج، هو عايز سيستم ايمج صح. لو جيت قريت كده هتلاقي السيستم ايمج فور اندرويد، انا عايز دي مش عايز دي صح كده. بس يعني انستولد اصلا دي، يعني دي كده بالنسبه لنا هو انستولد ما فيهاش مشكله. هنا اندر سكورس 64 ماشي، يعني
هو محتاج دي بس هنا في عند 64 نفس الجهاز ده 64، قلت له مش مشكلة شوف دول، قلت له وافق على دول كلهم منزلهم، فيبدأ هو ينزل لي الايه لو في اي ملف هو معترض عليه. ماشي هنعمل ده، انا ممكن ادوس اوكي دلوقتي بس عشان اظبط الحته بتاعت الميموري اوبشنز ديت. ماشي طلع لي على الريزلت اوف كريتنج الاي في دي كذا 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 دا 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 دا. ماشي اقف عليها كده واقول له طب ستارت ليا كده، مش هتقوم ومش هتقوم، ولو سلمها هتقوم. بتاع كله ده الا الهاردوير، هاردوير اكسلريشن، محتاج الهاردوير اكسلريشن. كل ده مش مشكلة. خليها اشتغل على اندرويد 6. شغالين كده كده على جوجل اي باي. ماشي لو اعترض على كده كده خد بالك جاب لي جوجل اي باي انتل اتوم اكس 4 اكس 86 لما اخترت جوجل ان هو اي باي 23، وقال لي اختار اي سكين مش مشكلة اي واحد، بيقول لي خد بالك ممكن ما يشتغلش غير لما اكون الايه الحاجة موجودة عندك وهكذا. قلت له ماشي هكرتها، قلت له اوكي. لانش شوف كده هيقوم الايميليتور ولا لا، نفس الـ بتاع الاكسلريشن. طيب ماشي احنا كده كده مستنيين نكمل داونلودنج وبعد كده نشيك على العملية دي، تمام؟ يعني نخليه يكمل داونلود الأول، خليه يكمل الداونلود بتاع الحاجة بتاعت الإكس دي جي. هو الايرور طالع كده برضو، رحت على الاس دي كي على الهاكس او الهاكسم، هتلاقي في الاخر خالص في الاكستراز هتلاقي انتل ايميليتور اكسلريشن اللي هو بيضرب بسببها دي اللي بيطلع ايرور ان الهاردوير اكسلريشن مش مظبوط. خلاص فاقول له ماشي انتل ايميليتور اكسلريشن عايزين ننزله، هو نوت انستولد هنا، تمام؟ وبرضه بعد ما يخلص داونلودنج هنعمل انستول للايه؟ الايميليتور ايه اكسلريتور بحيث ان هو يقدر ايه يفتحه يعني او يبدا يشتغل عليه او يبدا ينزله، فيبقى الايرور دوت المفروض كده بالنسبه لنا يتشال عشان نزلنا الهاردوير اكسلريشن. هاكسم مظبوط، هاكسم انستولر. ماشي اوكي بعد ما يعمل داونلود ده هنعمل داونلود نتاكد ان ده عمل داونلود ونرجع نجرب الامر. او ممكن نخلي الاندرويد ستوديو دوت يساعدنا في حكايه الحاجات اللي ناقصه، يعني لو فتحنا مثلا على سبيل المثال اندرويد ستوديو ذات نفسه هو لما يجي يفتح الاندرويد ستوديو هيشوف ايه الحاجات اللي ناقصاها ويبدا هو يكملها اوتوماتيك من على الانترنت، بدل ما احنا نخش في الاس دي كي نفسه ونكمله ونلاقي ان في بعض البوينتس مش كامله وبعض البوينت كامله. يعني بدل ما كان الاس دي كي مفتوح وعمالين ننقي ايه اللي كان بيطلعه ايرور في الشغل بتاعنا وايه اللي كان ناقص وبنكمله بايدينا، ممكن نفتح الاندرويد ستوديو لاول مره ونخليه هو يعني ابجريد الاس دي كي بتاعته وبكده يكون كملها ونقدر نشتغل بقى على طول مباشره يعني، فما فيش مشكله نفتح الاندرويد ستوديو وهيلود بعد كده يبدا يفتح. ليه هو هنا بيقول لك
عايز ابعت ستاتيستيك؟ لا مش مهم. ماشي، دخلنا على الكونفجريشن، اس دي كي مانجر، بس بتاعه مظبوط، مش مشكله خالص. هو كده منزل كل حاجه، يعني هو كده نزل حتى تقول اوكي. دي طريقه برضه تانية، لو انت تحت كده هتلاقيه ممكن يلود، سيبه يلود لو انت مش عايز تخش في حته الاس دي كي بالتفصيل. يعني دخلت دلوقتي على السي ام دي بتاعتنا، تمام، نقول له خش على الدي وتشينج دايركتوري على ايونيك، ايونيك وورك على اكزامبل 1، تمام، واقول له ايونيك ران اندرويد، اتفقنا. طبعا لو انت موصل الجهاز بتاعك باليو اس بي وعامل الخطوات اللي احنا قلنا عليها، نفتح الديفلوبر مود او الديفلوبمنت تاب في السيتنج، هيبدا يرن على طول. لكن لو ما لقاش هيبدا يفتح ايه، اول فيرتشوال ماشين تقابله موجوده، فيرتشوال ماشين اللي موجود. احنا كنا حاطين الفيرتشوال ماشين بتاعتنا على سي اندرويد اس دي كي، وادي الاي في دي اللي هي اندرويد فيرجن ديفايسز ديفايس. اهو كده بدا يقوم الايميليتور لوحده، اهو ما احنا شايفين بدا يفتح. هو بيقول لي حاول تزود الرام، ماشي مش مشكله، ويفتح الاي في دي 1 ويبدا يقوم الايه الايميليتور ده لو احنا عايزين ان شاء الله ايميليتور. نفس الطريقة بالظبط لو انت موصل بس اليو اس بي وفاتح، طبعا دخلت على السيتنج ونزلت في اباوت فون ونزلت تحت على البيلد، على البيلد نمبر وسبعة تاب، وبعد كده فتح لك الديفلوبمنت مود، دخلت على السيتنج، دخلت على الديفلوبمنت مود، طبعا فاتح ان انت اليو اس بي ديباجنج وموصل الايه الموبايل بتاعك باليو اس بي، هتلاقيه فتح على طول بيلود اهو، وادي الايميليتور بدا يقوم ورا، هياخد وقت شويه ويقوم. طبعا ده فيها مشكله، طبعا حكايه ان هو بطيء يعني الايميليتور بتاع الاندرويد جدا يعني، وهنا طول قوي. لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان الايه الديفايس اوف لاين مش عارف ايه كلام من ده. ماشي، لو جينا فتحنا كده الاندرويد ستوديو، نرجع كده عايزين نعمل اوبن اكزيستنج اندرويد بروجكت، ستودي بروجكت، قال لي موجود فين؟ قلت له موجود، احنا حطيناه على الدي ايونيك وورك اكزامبل 1 بس بلاتفورم بقى اللي هو اندرويد، تمام كده؟ كده فتحنا الايه الاندرويد اللي هو عمله جنريت لما عملنا بيلد. نحاول نرن من جوه الاندرويد ستودي ذات نفسه. طبيعي زي ما قلنا يعني موصل جهازك مش مشكله خالص، رن هيرن معاك مفيش مشكله. عايزين نقوم الايميليتور، وطبعا يعني الايميليتور ده فيه مشكله، يعني هقول برضو قدام ان شاء الله ان في ايميليتورز ثانيه ويفضل احنا نستخدمه بدل الايميليتور ده خالص يعني. كده اهو فتح الاندرويد، طلع لي التب بتاعت اليوم، اقفل هتلاقي ان عندك الابلكيشن متقسم ثلاث حاجات، الكوردوفا لايبرز خلاص، وعندك الاندرويد، ادي المانيفست وجافا، الناس اللي شغاله بقى اندرويد تبقى فاهمه الكلام دوت، وادي ايه الجرادر سكريبت، السكريبتات بقى اللي احنا بنحط فيها البروبرتيز والحاجات بتاعتنا والسيتنج بتاعت البروجكت، يعني يعني اللوكال بروبرتيز دي الاس دي كي لوكيشنز، السيتنج جرادل دي اللي هي البروجكت سيتنج بقى الخصائص بتاعت البروجكت، والبيلد جرادل دي اللي هي بنحط فيها الاندرويد بيلد، البيلد النسخ اللي بنعملها يعني، وكوردوفا والبيلد برضو بتاع الكورد دوت. طيب لو حبيت تخش كده على 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 طبعا هنا الريس دي ريزوليوشنز بتاعت بقى حاجات الرسومات والقيم بتاع الاكس ام ال والملفات الكلام ده كله، هنا ملفات الجافا، وهنا المانيفست الرئيسي بتاع الاندرويد. لو دخلت على الاسيتس هتلاقي بقى حاجات بقى هي اللي بتخصنا الاس اس اس، الايمجز، الجافا سكريبت، الحاجات دي، البلاجنز، التمبلت، الكوردوفا، الكلام ده كله تحت الاتش ام ال، اندكس اتش ام ال دي الاساسيه بتاعتنا.
اللي هي المفروض فيها المين ويندو اللي بتفتح اهي، وادي الكود بتاعها. خلاص من هنا برضو بنقدر نفتح على طول مباشرة، يعني الاي دي ام اللي هو المونيتورنج، اللي هو المراقب او المتابع بتاع الاندرويد ديفايس، وهنا الاس دي كي مانجر، تفتح لك برضه الاس دي كي مانجر لما تخش لها على طول من الاس دي كي. وادي برضه فتحنا الايه الاي في دي مانجر اللي هو اندرويد فيرتشوال اسيف ديفايس اللي احنا كنا بنشتغل عليه. كلام جميل. طيب احنا ممكن نشغل ال بس هو يقوم، ممكن نشغل من هنا على طول مباشرة الابلكيشن بتاعنا، بس هو مش فاتح الايكونز خالص، لسه بيلود كده، مستناه يلود كده. المفروض الايكون بتاع الرن تبقى اتفتحت، وهنا الايفيديهات اللي موجودة او الديفايسز اللي موجودة نختار منها، سيبه بس يلود. بعد ما عمل لود كده بندوس بقى على رن، هو كده اختار اندرويد. طبعا لو انا موصل دلوقتي الجهاز بتاعي هيطلع لي هنا اختاره خلاص، ولو انا هشتغل على الاميليتور عندي بقى اي انا وانا عامل كذا فيرشواليه اقدر، وطبعا اقدر اثبتها واختارها وادوس على اوكي، وبكده هيبدا الاي في دي دي الاي في دي كانت فيها مشكله، هفتح الاي في دي الثانيه ويبدا يقومها مش مشكله خلاص. يعني هو كده هيبدا يرن لك بقى ايه، يبقى يفتح الفيرشوال ويرن لك الايه الابلكيشن على الفيرشوال ماشين اللي انت عامل. انا هو قامت الاي في دي اهي، بس هو بيقول لي ان الدنيا بطيئه ومش عارف ايه هتقفل ولا ايه. قلت له ماشي مش مشكله، ويت خلاص هو كده يعني هياخد وقته كده يكون ايه هيفتح الابلكيشن، مفيش مشكله بالطريقه دي ان شاء الله. بس انا بعمل ران زي ما اتفقنا، وبنحدد الايه الاي في دي بتاعي، بس هي بطيئة جدا يعني معايا، فمش مشكلة دلوقتي نرنها كده. يبقى يعني هنشوفها بقى في خلال أمثلة، أنا مش هشتغل أصلا بالإيميليتري يعني، خلاص إما على الديفايس إما أفضل هنشتغل بقى يونيك فيو، هنتكلم عن الحاجات دي يعني، في كذا حاجة حل تاني آخر.